المكراهب اللي قاعدة توقف على الطريق منا ومنا تعطل في حركة المرور برشا. طبعا احنا بلاد زغوان معناتها بسمي علينا الماء، هك تشوفوا ماء من غير ماء، معناتها نافورة من غير ماء. نستناو في رجة قوية من البلدية الجديدة المدينة العربية. كبير عامل البنية التحتية تاع الكياسات نتاعنا خاصة تونس زغوان ولا حتى في المستوى الولاية. كياسات القرى كلها مكروه خاصة في الشتاء، فهمت عندنا نقية زادة في حكاية الماء، فهمت الزغوان متسمية بالماء الاسم على مسمى، احنا الماء في الصيف عندنا ولات إشكالية كبيرة. الفضلات هذه ولات متراكمة شيء مهول، يعني لا بوبالات يعني مريقلين لا يعني حتى التنظيف جيست هوكا طريف طريف، فماش حاجة التنظيف يعني يتبهى بكري بكري كانت على الحذيرة كانت الدنيا نظيفة، توا كي ترسموا زادوا بركوا لا عاد لا خادمين ولا خلاو شكون يخدم. وإحنا ولاية الماء ولاية زغوان وفيها معبد المياه ونحن تابعين زغوان وعطاشة، ماهوش معقول. توا يرس بلدي يلزمو يخدم، يلزمو يدور الريف يدور زغوان، ناقص هذيك كذي هذيك كذي. انتظاراته معناها تحويل المحطه هذيك، فهمت معناها اللي قاعد في البلاد قاعد مضيق الطرقات الطريق العام، فهمت تتحول لمكان اخر باش هل المشروع هذا اللي هو السوق البلدي باش يولي يخدم. فما الحفر كما هكاك مش مرجلي، فما الماء وقت المطر تصب، فهمت تبدا كياس معبي تقولش عليه واد حامل ولي وحامل واد يدخل الماء حتىش للحوانت. ساعات يجي واد يجي كذا، فهمت صغار يقعدوا ضمة حتى القرايه ما يمشوش يقروا. النقاس لهنا هيك نحن لهنا في شارع الهادي نويرة 4 زيروغارات ما عملوه الناش، قالوا ما غاش عنده فلوس، وشوفوا الماء كيفاش ضايع الكل على حساب الشعب هذا. لا زيقوات لا تنظيف في البقعة نتاعنا لا فما حتى شيء، هكا كنت بروحك. بالنسبة للماء للماء هاك تشوف فيه هاك صور وشوف اش تحب في الصيف أكثر وأكثر أنت وأنت في الصيف. المجلس البلدي نحبه منه يكثر لنا من الحاويات، وتراكتور البلدي يعود يجي على الأقل مرتين ثلاثة في النهار، ويزيدونا يتلهو بينا في الأضواء والشارع ولوناس ما ناقص برشا. كياسات متهري الزبلة هادور تصور هاوني وراك التالي غادي كالواد الوشواش في الصيف الماء وكيصب من فوق زاد الزيقوات البنية التحتية، نقول البنية التحتية الزيقوات من عادة فرنسا، فهمني الزيقوات اللي ركبوهم لنا جدد ديامات نتاعها ما يعملش حتى فهمني 20 سنتي. ماتريال البلدية متأكل قديم، كيما نقول الفضاءات المناطق الخضراء الفضاءات الترفيهية للعائلات ما فماش حتى فضاء. الأضواء في الشوارع ما همش ملاك الكل، يتلهونا بجنين توكي من الجنين هذية واحدة من المعالم التاريخية متاع وسط البلاد. طرقات فر حتى من الصغار الصغير اللي يجري يطيح في حفرة. فما كياسات برسك وسط البلاد مرجلين، فما برشا بعايا بلايس مثلاً كياسات معناها تاع قرية مستعملين جردة بوبيل زادة كيف تلقى بعد 100 متر باش تلقى بوبيل برشا زادة حتى معناتها ناقصة شوية برشا نظام مش شوية باش نحكوا معناها الأحياء الأحوم الكياسات معناها كل شيء في الزيرو. الحمام بالضبط في حد ذاته الداخل في مدخل الحمام الداخل هي يلزمها ناقصه شويه نظافه. عندك الكراهب باركينج العباد ما لقاتش وين تحط الكهرباء نتاعها. بالنسبه للحاويات نقصيانه بلاصه بزاف مش نتاع بوبالات غاديك، لازم نشوفوا بلاصه باهيه فهمتني خاطر وسط كليونات وسط كذا فما ريحه ما يلزمهاش تكون موجوده.
النظافه جاوها باهي، تنجم تقول تو باهي هكا البلديه قايمه بواجبات. عندنا مثال جبل ما عندنا مشكله فيه، نحبوا اناره في الجبل باش يولي يستقطب عباد في الليل، خاطر كي تجي العباد في الليل تحسها كانها في حومه في شعبيه في بلاصه، ما تحسش كونه منطقه طبيعيه وترى الجبل، جست كان اللي يجي في النهار، فهمتني؟ وبالنسبه للنظافه حسب المعمول به المجهودات المتوفره حاليا شويه. الحفر في الكياس هذا، الكياس مش مريقل، لازم تولوا بها البلاد، فهمتني؟ ولا ضوا ولا زاد ساعه يقص الضوء، تلقاهم تلقاهم مع الظلمه في الليل لا تخدم، فهمتك تشوف فيهم يخدموا حتى للصباح. يزيدونا شويه في الضوء، وكان ينجموا فهمتني البوبالات، يكثرونا من البوبالات، خاطر هذايا معناها منطقه سياحيه وبرشا عباد تجي تكري لهنا، وبرشا عباد تحب معناها في تلوج وين تلقى تحط البوباله نتاعها، معناها ما يخرجش يبقى يلوج، يلقى كان معناها قدامه الشيء نجم يحطه، فهمت؟ نحن بالنسبه لبن مشارقه ماشي كياسات كلها كامله راهي، كلها فمها المكسر، وعندنا الضوء قاعد يقص علينا، وعندنا الماء في الصيف ما ثماش ريحته جمله. يريقلونا على الاقل الاسيات نتاعنا، ينظفوهم، يريقلولهم الشبابك والبيبان، يدهنوهم كما كل عام على الاقل، يعملوا حاجه وسائل ترفيه في البلاد هذيا. برمشارقه ما فيهاش وسائل ترفيه. احنا ماذا بينا هنا في برمشارقه يعملونا فضاءات ترفيهيه باش نتمكنوا نلعبوا مع بعضنا ونتحاوروا وبرشا حاجات. البنيه التحتيه نتاع برمشارقه كاناره معناها في الليل، راك تشوف معناها قصر البلديه فماش اناره. ناقصه من جميع النواحي، من البنيه التحتيه، من المدارس، من الليسيات، من الادارات، ما نحبوش ناس تعملنا يعملونا كياس، الناس هذيا تتصور انت معناها الناس يعمل لك كياس بمئات الملايين وتجي من بعد عام يزيدوا يعاودوه. ناقصين في كل شيء، بالنسبه للنهوجيات، بالنسبه للخدم، بالنسبه للحالتنا تعب. ماذا بينا على حاجه معناها تصلح بالبلاد ومنظر للبلاد، مش حتى للعباد، للبلاد. ماذا بينا على نظافه البلاد؟ في 2018 صوف ما فيهاش حمام، وعطينا ربي الماء سخون في سنتاج، نقولوا احنا سنتاج ل40، عندنا الماء سخون وهامل في الجبل ما عملوش حمام. 2018 ما فيهاش حمام، وشفوها ثم البلاصه اعز موقع في صوف عاملينها مصب نتاع زبله في مدخل البلاد، على طريق سوسه مدخل البلاد مصب نتاع زبل. اول حاجه نوجد الظلمه، في الاضواء ما ثماش، الكياسات مكسره، شوف الشوارع مش مكيسه، والمعامل جي 4 معامل مسكرين. الاضواء في الشوارع طافي، معناتها تخرج بنتي سبية تخرج هكاك الدنيا ظلام، نخرج شايحه لهنا للكياس، نسكن في اخر البلاد. نزيدوا الزقوات في الشوارع ما عندناش، عاملينك القمم وتجي التراكتورات تفرغ لنا بالفلوس. وكياس هاك تشوف انت معناتك تمشي من هنا نظور كل مكسر. من هنا الشوارع بكلها زبله ورمله وتراب ودخل بعضها. التنوير، الطرقات، بنيه تحتيه منهاره تماما في صواف، منطقه صناعيه ما هيش تستغل تماما. فهمني بالنسبة للمنطقة الصناعية ذيك الهم الرئيسي بمنطقة صواف، لأن لو تتحرك المنطقة الصناعية في صواف تنقص لنا برشا بطالة وتنقص لنا برشا أمور أخرى. ثم الشباب مشكلة العمل هذه بارتو هذه ظهر موجودة في الجمهورية كاملة، خاصة هنا البنية التحتية ناقصة. الماء ثم براج ذاك اللي هو كان يغذي في المنطقة هذه تزم، هذا براج وادي كبير، وهو تنجم تقول كان يغذي في المنطقة كاملة هذه، ما تلفت له حتى واحد. لو كان تلفتوا للبراج هذاك ويصلحوه. كياس تاعب هذا مثلا نتاع المناطق هذه، خاصة نتاع الفلاحة هذه المسالك الفلاحية،
الكياس اللي عملوه ما تفقدوش. الكياس ما فيه حتى شيء، هربنا احنا اللي هني للعمايم باش نخدموا في العمايم، هربنا على الكياس وكرهبنا كلها تكسرت. احنا عندنا شوي مشاكل هنا، ما عندناش مراكز ترفيه، شبابنا ضايع شوي، طرقاتنا كنشوفوا في حالتها في دنيتها، واحنا منطقه فلاحيه كلها ناقصنا الماء. احنا نحبوا على الماء اكثر حكايه، نحبوا على الماء، عندنا صد كبير لهنا مفلوق وقت تشوف فيه، معنا نحبوا على الماء، منطقه فلاحيه ونحبوا على شويه ماء. وطرقاتنا وصغيراتنا كنشوف فيهم لا عندهم من يترفوا ولا عندهم من يمشوا. فما برشا حاجات ناقصين في البلديه، عندنا الماء يقصوا علينا ديما خاطر عندنا معمل يسرق في الماء ياخذ في الماء، عندنا الوسخ بزيت، عندنا الروايح ريحه المعمل هذا اللي ياخذ في الماء معمل الزيت يطلع في ريحه تقتلنا في الليل، تسكر علينا النفس، تقتل تعمل المرض هي فيها ما نعرفش كي نوع كي البرودوي يحرق لنا صدرنا صغار وكبار يمرضنا، وزيدوا حملونا معمل هنا اسمه معمل الياجور، زاد اخذ اكبر من كل شيء. ناس تعاني أكثر حاجة معقدتنا في جبلوس الماء. إحنا الناس نعيش عبارة في الأفريق، الأفريق ماكش أهون منا. إحنا عادي في رمضان في مش في أي وقت راهو الماء يقص بالأربع أيام يجيك نهار. بالنسبة للضوء راهو في الليل يقص الضوء جملة، تبدأ ظلمة على الناس الكل، جبلوس كنا تبدأ ظلمة. بلدية ما شفنا منها حتى شيء، فماش حاجة به، معناها ما عاونتنا في حتى شيء. هاك تشوف معناها البلاد كيفاش روايح. زون كتشوف معناها مسكرت البلاد غمتها جملة، ولت البلاد في الوسط والزون دايرة بها عكات فاس. يزينا من الكياسات كل مرة يطار فلوس للمام يقدوا لنا كياسات، يزينا من الكياسات. برشا نقاص احنا عندنا هاك تشوف توا كيفاش السكه كيفاش بلاش عجل بعد نتاع ولا نتاع باريير، عندك تفرج الخاصه لهنا قدامك تفرج كيفاش زاد ماهيش كامله، عندنا برشا كياسات برشا مهمشه ماهيش مريقله، ورغم اللي هي ثاني بلديه ما تنساش تقول في الجمهوريه توا تبربه معروفه ثاني بلديه في الجمهوريه. من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه النقل، من ناحيه التسريب نتاع المياه القنوات، عندنا بيسين كنشوفوا بالمليارات مسكر فهمتي ولا في سد حرام عليه. والمعرض هذا كان يريقلوا له وضعيته، فما عائلات ما عايشين منه، ناس بطاله الكلها عايشه، يريقلوا لهم الوضعيه نتاعهم. البوبالات هاك تشوف الوسخ يجيو ما الوسخ يجيبوا فيه من كل بقعه، يعني انا بالنسبه حانوتي مساميه البوباله بالضبط، يعني الحساسيه وليت عندي الحساسيه من البوباله هذايا، يعني وسخ برشا مش نقول لك انا حتى حانوتي ما عادش نجم نقعد فيه برشا. حتى حبوا يحلوا لنا معامل هنا في تبربه، المعامل باش يحلوه في تبربه هزولوا في بيجو كلها حلوها في بيجو، حتى تبربه بلاد مهمشه تاع بيطار تاع حتى شيء. نتمنى انهم يصلحوا الكياسات ويعملوا يركبونا ضو هوني باش نجموا نشوفوا في الطريق هوني. النهج نتاعنا هو في حاله، يعني نحن نطلبوا من مجلس نتاع البلديه يجيو يحسنوا لنا شويه في الطريق ويقدوا لنا اللمبوبات نتاع الضو، خاطر كل ليله نحن نخرج ونلقاو اللمبوبات مكسرين وما يخدموش، وفي الليل تولي بساعات اللمبوبات ما تخدمش وفي النهار تولي تخدم، يعني نحن نتمنوا كان هذايا الكل يحسنوا لنا فيه. ننتظروا من مجلس البلدية إن شاء الله يكونوا في المستوى، يخدموا البلدية بنصيحة، يخدموا الدولة بنصيحة، ينظفوا ويهزوا الزباب، ضو الشوارع يتصلح في الليل، برشا كياسات ناقصة يقدوها. الحي كله حفر، عندنا كياس حي بن يونس، عندنا كياس بركة من رجل اللي هو الكياس الرئيسي اللي على الكياس اللي مقابل الولاية وقابل المنطقة، أما الداخل كله حفر.
اللوحه في الزبله تجي الا من هزها نحن للبلديه باش اللوحه لو مره تخدم مره ما تخدمش الماء مره يمشي مره يقص. خلي يحسنوا في الكياسات نقصين شوي ما ني سافا في الدندان لاباس. الوسخ ياسر ما عندناش حاويات عمرهم ما حطوا لنا جمله كلها نقاص. مثال انا تو في الدندان ديرني رمو معناها لي ترافو بزايد هي البلاد كلها في دي ترافو يجي يحلك ترافو منا ومنا مقاولين ياخذوها يخدموا نهار 10 لا يعمل لك شلمه من هنا ومن هنا ويخلي لك بعد حفره في الوسط والعينه موجوده راهو في الدندان بارتو تصب قطره مطر الناس كل نغرقوا مكبيت الزبله بارتو. نحطوا له سقف في القاعه حتى يولي الشيء يتشفع هكا يجيو يهزوا ما نكذبوش اما هكا بلاش حاويات كل يوم نخرج باش نلم انا الزبله نكنس الدنيا الكل باش نلم الزبله ونحطها في شكاره قد هكا باش نحطها غاديك معناه النظافه ما فماش جمله. البلدية تنقصنا فهمت ولا برشا حاجات معرفه ترفيهيه للشباب دار شباب تنقصنا فهمت ولا شويه فهمت ولا الترفيه كترفيه هنا في البلاد. مشاكل نتاع الكياس هذه ما بالنسبه للبطان نضيفه عندك هذايا تصليحها وبرا القشله هذه يلزمها تصلح اخسر كيفاه اكثر شيء من الكنيسيه هذه معناها باش تطيح هذيك. نطلبوا من بلدية البطان زدنا شويه في قباليات عنا برشا سخ في الكياس عنا كلاب سائبة في الليل دور معناها بزع في قبالات في الليل و... هو فما برشا نقاص معناها خاصة في الكياسات اللي بداوا توا يحسنوا فيها ما مازال فما برشا نقاص خاصة في الحوام الداخل مش في الكياسات معناتها الكبيرة وخاصة زادا فما الضوء معناها ناقصين في الليل معناتها الأكثرية الأضواء وما تشعلش وذاك ماذا بينا زاد يكثرونا في الامن زاد في الليل عندنا المرشي ما فماش سوق عاملينه كيكة بطحه فهمتني عندنا برشا وعندنا سبيطار نورمالمون يخدم ليل ونهار اربعه من الناس يخدموا هكاك بوريان نطلعوا لطبوربه قريب 8 ولا 10 كيلومتر فهمني خويا البنوك ما فماش واحنا معتمديه يعني ولا زون ديستريال اللي حتشي كلها بطاله فهمتني هذوما النواقص اللي في البطاله. بل النقائص معناها محصورة في البنية الأساسية خاصة الأنهج الفرعية في أغلب الأحياء تنقصها معناها التعبيد ينقصها كذلك بعض الإنارة مش كافية كما تراو كيفاش مصلي على النبي الأوساخ والزبل والحفر والدنيا كل إن شاء الله انتظاراتنا في المجلس البلدي الجديد هذايا يشوفونا الفراكستكتور نتاع المنطقة ينحونا شوية أوساخ ينحونا واحد عندنا واد من غاديكا عاملينه مصب يشبه برج شكير بجنب الواد غاديكا حاسيلو لا فما صغار اللي نجموا يتعداوا ولا عائلات الناموس الدنيا كل ماذا بينا خويا اللي باش يجي من هنا فصاعدا يتلهى بينا شوية وينظف لنا البنية التحتية ويعبدوا لنا الكياسات وهذا المطلوب منهم أخوي. الصغيرات يلقاوين معناها فضاءات نتاع ترفيه ولا الكبار يلقاوين يهزوا صغارهم ولا هما بيدهم يلقاوين يتفردوا مع صغارهم ولا مع عائلاتهم. اللمبوبة ما كدوهاش علينا محروق الشارع تفرج كيفاش الشارع الوشوشة تكون في الصيف ما نخرجوش وما نطلعوش تعود الدنيا محب تمشي تتكلم على مبوب ويقول لك خلص معنا الزقويات من الاول برج العام ما فيها شيء ما فيها زقويات ما فيها شيء هاك تشوف في الطريقة دي كيفاش معناها حتى صغارنا يخرجوا يلعبوا ويتيحوا والكل ما تتقلت بالماء بالكدا بالكدا معناها في الشتاء كل واحد عامل بوت في داره ونوصل بيه ولاده يرش برا شوف السوق البلدي بتاع برج العام كيفاش